قراري، عندي بكالوريا مهنة في سنة كضربة تناف، عندي لا كونطابيليتي لا داكتيل ولا فورمات، عندي مهنة الشواية، كملت تزوجت درت مشروع ونت الزوج ديالي، كندخل مع كتافي، ولو عندي ابن ياسين ما كنخرجوش القهوة، أن الناس ديال هنا ما مطبيينش، غنخرجهم غنشوف بزاف الحوايج، لما ما يوقعوهمش ليا، من الأحسن نخرج أنا باش ندير خدامة، الموطور السفاس السعودي ناوي تجيب السرديل، نجي نشوي خدامة. تلاشات الليل وكنطلع دابا بنادم راه كيجي كيشوف فيك بحال انت اللي قاتله حتى تبقى كيدخل القهوه ما فهمت والو تصور كتخدم القهوه ما كتخواش يومين هادي ما بقى كيدخل تحت ربما وقيلا خايفين هادشي اللي وقع في هاد الشانطي داك الجرم اللي وقع قال ربما هادشي اللي قلت يعني الناس ما بقاش يقدروا يجوا للسوق من وقع داك الجريمه ربما وقيلا خوف ان شاء الله وقتها تصور السيده الله يعمرها دار ونفعتنا بهاد الكاميرا اللي دارت هنا كل ما كانت هاد الكاميرا كره كاع ما شفتو هاد المجرمين وين اللهم لك الحمد ملي تهنينا من هاد المجرمين هو خايب هو الله هو خايب صراحه مزيانه هو درويش الله يعمر هذا هوني واحد الخطرات كيتصرف شي حوايج ماشي هما هادو ما عندنا ما نقولو فيه هو الصراحه مزيانه قدر الله ما شاء فعل واحد فيهم كان خصو يموت يا هذاك يا هذاك صافي واحد فيهم كان خصو يموت ما زيد دراي كان مقيد انا عندي 60 عام ما عمرني واحد شي جريمه ديال قتل زيد دراي كان هاد الكارثه السيده مناضيل الله يعمرها دارها قاومه تكون كانت راجل كون راك ما يتوقع هاد الواقعه كانوا شي رجاله بحال هادو راك ما توقع هاد الواقعه واني اللهم لك الحمد اش غادير قدر اللهم ما شاء فعل.